والآن نمر إلى نشاط تقويمي. حمزة قرأ لنا النشاط. نشاط تقويمي في معلم متعامد منظم او اي جي نعتبر النقطتين 4-2 و ب ناقص 1-3 و د مستقيم معادلته هي y تساوي 5x ناقص 3. اولا انشئ المستقيم د في المعلم او اي جي. ثانيا حدد المعادلة المختصرة للمستقيم AB. ثالثا ما هو الوضع النسبي للمستقيمين د و AB. رابعا حدد معادلة المستقيم دلتا المار من ال التي احداثياتها ناقص 2 ناقص 1 والموازي للمستقيم د. ناخذ ولا التفكير. نعم شكون غيتفضل صبره تونسي. اول انشاء المستقيم د في معلم او اج. او اج نعم. نرسم المعلم او اج. اي نعم. جي اثنان ثلاثة ناقص واحد ناقص اثنان ناقص ثلاثة ناقص أربعة ناقص واحد عدد سالبة ناقص اثنان ناقص ثلاثة. لإنشاء مستقيم يجب تواجد نقطتين على الأقل. نحتاج إلى نقطتين على الأقل. نعم أختار X تساوي صفر. نعم إذا كان X يساوي صفر فإن Y تساوي 5 في صفر ناقص 3. اكتب Y يساوي ناقص 3. نعم إذن صفر ناقص 3 إذن النقطة التي إحداثياتها صفر ناقص 3 تنتمي إلى المستقيم. كتب تنتمي إلى المستقيم د. سمعها لك تسميها تنتمي جي إلى المستقيم د. ننشئ النقطة د بين قوسين. نعم هنا هي النقطة أ. أفصلها صفر وأرتبها ناقص ثلاثة. إذن ستكون هنا. نعم أ صفر ناقص ثلاثة. ويجب تواجد نقطة أخرى. نعم إذا كان X يساوي 1 فإن Y تساوي 5 في 1 ناقص 3. Y تساوي 5 ناقص 3 تساوي 2. نعم إذا كان X يساوي 1 فإن Y يساوي 5 في 1 ناقص 3 يساوي 2. إذن سنسمي النقطة F. 1-2 تنتمي إلى مستقيم. ننشئ النقطة F. أفصلها 1 وأرتبها 2. العمود على أوي. F. 1-2 نرسم مستقيم. مستوى
معادلة المستقيم تي إغريك تساوي 5 إكس ناقص 3. إذا نمر الآن إلى تحديد المعادلة المختصرة للمستقيم AB. سؤال ثاني، نحدد معادلة المستقيم AB. لتكون y تساوي mx زائد p معادلة هي المعادلة المختصرة للمستقيم AB تساوي mx زائد p. المعادلة المختصرة المستقيم AB. إذن يجب حساب M أي الميل و P الأرطب عند الأصل. المعادلة المختصرة لأي مستقيم AB. AB بداية لنحدد M أي الميل. M تساوي حسب القاعدة M تساوي Y بناقص Y على X بناقص X. حسب التعريف أي فرق الأرطبين على فرق الأفصولين B ناقص X M تساوي Y B 3 ناقص 2 Y B ناقص Y A 3 ناقص 2 X B ناقص X A هي ناقص 1 ناقص 4 هي ناقص 1 على 5. إذن معادلة المستقيم AB تصبح هي Y تساوي ناقص 1 على 5 X زائد B. مستقيم AB تصبح Y تساوي ناقص 1 على 5 X زائد B. ده اللي نحدد B. ده بما أن A تنتمي A التي إحداثياتها 4 2 تنتمي المستقيم AB فإن سنعوض X ب 4 و Y ب 2 لأن 2 تساوي ناقص 1 على 5 في 4 زائد B تساوي 2 تساوي ناقص 4 على 5 زائد B. للتخلص من ناقص 4 على 5 نضيف مقابله زائد 4 على 5 تساوي B. سنقوم بتوحيد المقامات، سنضرب في 5 هي 10 زائد 4 تساوي B هي 14 على 5 تساوي B. إذن معادلة مختصرة للمستقيم AB هي Y تساوي ناقص 1 على 5 X زائد 14 على 5. نعم، نمر الآن إلى السؤال الثالث. نجوى، ثالثا، ما هو الوضع النسبي للمستقيم D و AB؟ ما معنى الوضع النسبي؟ يمكن أن يكون متوازيا ويمكن أن يكون متعامدا. إذن يمكن أن يكون متوازيا أو متعامدا. لدينا معادلة المستقيم AB Y تساوي ناقص 1 على 5 X زائد
14 على 5. إذن ميل مستقيم AB وناقص 1 على 5. ولدينا معادلة المستقيم D هي Y تساوي 5X ناقص 3. إذن ميل مستقيم D هو 5، بما أن M في M بخيم تساوي ناقص 1 على 5 في 5، اختزلوا 5 مع 5. M في M بخيم تساوي ناقص 1. إذن المستقيم AB والمستقيم D متعامدان. نعم، فإن المستقيم D متعامد مع المستقيم AB. نعم. إذن هنا لدينا M ميل المستقيم AB وناقص 1 على 5، وميل المستقيم D هو 5، بما أن جداء ميليهما يساوي ناقص 1 فهما متعامدان. ومتى يكونان متوازيان؟ حمزة، إذا كان ميلهما متساويان. إذا كان لهما نفس الميل. إذا كان لهما نفس الميل فهما متوازيان. نمر الآن إلى السؤال رقم 4. حمزة، لنحدد معادلة المستقيم دلتا. لنحدد معادلة المستقيم دلتا. لدينا معادلة المستقيم د هي y تساوي 5x ناقص 3. وتكون معادلة المستقيم دلتا على شكل y تساوي mx زائد b. لنحدد ميل المستقيم دلتا. لدينا حسب المعطيات دلتا يوازي d، يعني أن لهما نفس الميل. بما أن دلتا يوازي d فإن ميل دلتا يساوي ميل د يساوي 5. إذن للتوضيح فقط حمزة، هنا لدينا نبحث عن معادلة دلتا، هي على شكل y تساوي mx زائد b. لتحديد معادلة دلتا يجب تحديد m و b. M كناخذها من التوازي أو التعامد، هنا عندنا التوازي، و B فين غناخذها حمزة؟ نعوض. لدينا L التي إحداثياتها ناقص 2 ناقص 3 تنتمي للمستقيم دلتا. 2 ناقص 1 ناقص 1 تنتمي للمستقيم دلتا، يعني تحقق يعني أن L تحقق المعادلة معادلة المستقيم دلتا. إذا معادلة المستقيم دلتا تصبح y تساوي 5x زائد b. ثانيا لنحدد b،
لدينا ال التي إحداثياتها ناقص اثنان ناقص واحد تنتمي لدلتا. إذن نعوض إجراك بناقص واحد وإكس بناقص اثنان. إذن ناقص واحد تساوي ناقص اثنان، خمسة في ناقص اثنان زائد ب، ناقص واحد تساوي ناقص في ناقص ناقص، خمسة في اثنان عشرة زائد ب، ناقص في ناقص ناقص زائد في ناقص. نعم. بي تساوي نضيف الى الطرفين المتساويه مقابل عدد ناقص 10 تصبح 10 ناقص 1 بي تساوي 9. اذا المعادله المختصره للمستقيم دلتا هي إجراك تساوي خمسة إكس زائد تسعة. نعم، ما رأيكم في هذا الجواب؟ شيماء؟ هذا الجواب صحيح. إذن هذا الجواب فهو صحيح لأن جميع المراحل فهي صحيحة، فهم؟ إذن بذلك عرفنا في هذه الحصة هذه كيفية تحديد معادلة المختصرة لمستقيم غير موازي لمحور الأراتب، فهم؟ ثم كيفية إنشاء مستقيم معادلته معلومة. أتمنى تكونوا استفدتوا في هذه الحصة، وإلى حصة قادمة إن شاء الله من الدعم. منين شفت هاد الدورات في الانترنت جيت باش نستفد منهم. تتمنى بان قاعد الدراري اللي عندهم مشكل في الماتش يجوا حضروا للحصه.